انت اسمك ايه؟ اسمي احمد مسلم احمد عبيد، طالب بمدرسه فاطمه الزهراء للتربيه الفكريه اداره عابدين، مقيد الصف الثامن الف. طب انا ليه قالوا لي قبل ما تيجي ان انت احادي ومتاخر عقليا وكده؟ انا شايفاك طبيعي، طبيعي خالص انت، صح؟ صح. قولي، انت عندك موهبه صح؟ عندي موهبه. سالتني ليه على تاريخ ميلادي لما دخلت؟ 25/12/91 اتولدت في المدينه المنوره بالسعوديه. انت من زمان. من زمان انت اتولدت في المدينه المنوره؟ في المدينه المنوره بالسعوديه. انت بتقرا قران؟ قران كريم كاملا كاملا كاملا. حفظته امتى ده؟ على كام سنه؟ 21. 21 سنه؟ 21 سنه. القران اخذ منك وقت قد ايه عشان تحفظه؟ يعني من عمرك كام سنه كنت بتقرا قران؟ هقرا القران كاملا من اول الفتحه لغايه الناس 30 جزء. وبالانجليزي؟ 30 جزء بالعربي والانجليزي والفرنساوي؟ بالعربي والانجليزي والفرنساوي وخلاص، وكل اللغات. كل اللغات؟ كل اللغات؟ كل اللغات. انت مخاوي؟ لا، كل اللغات بس. لا يعني عندك حد بيقول لك ولا انت حافظ؟ حافظ قرآن كريم كاملا. مين اللي حافظه؟ من الاذاعه والتلفزيون وبس. لا، انجليزي وفرنساوي ده حفظه فين؟ ما هو ما يعرفش، صح؟ انت ما هو ما اتعلمش انجليزي ولا فرنساوي، فجأة لقى نفسه كده. طب اقرا لي كده الفاتحة بالانجليزي. طيب In the name of Allah, most gracious, most merciful. All praise be to Allah, world, the world, the worlds. Most gracious, most merciful, the very creation of the training day. The grace and the triumph, and the victory crowned with the triumph. You are the Christ and the sign. The birth of the Christ and the triumph. No a Christ and the triumph. You know, and not a Christ and the triumph. Amen. معلش تاني كده؟ تاني. تاني تقولها تاني. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise be to Allah. The most precious and the most merciful. And the most merciful. The most precious and the most merciful. الغالي الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful and most merciful. دي بسم الله الرحمن الرحيم. ها. وبعدين. All praise be to Allah. الحمد لله. Lord of the worlds. Most gracious and the most merciful. The very changing of day of the great changing. مالك يوم الدين. Your preaching on the cryo and your changing crunching regime. إياك نعبد وإياك نستعين. Your preaching of the Christian oppression. إلى صراط المستقيم. The birth Christian of day the who birth Christian your birth Christian. صراط الذين أنعمت عليهم. Your birth Christian no birth Christian to the knowing. غير المغضوب عليهم. No Christ and no the creature to any. ده بجد. ده بجد، أنت بتقول إنجليزي بجد. طيب. سأقرأ سورة سورة الشمس. بالإيه بقى؟ بالعربي؟ سأقرأ سورة الشمس كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. سأقرأ سورة الشمس بالقراءات السبع من طريق الشاطبية. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والشمس وضحيها. والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تليها. والنهار إذا جليها. والنهار إذا جليها. والليل إذا يغشيها. والسماء وما بناها. والسماء وما بناها. وما بنيها. والأرض وما طحيها. والأرض وما طحيها. ونفس وما سويها. وما سواها.
فألهمها فجورها وتقويها وتقويها. الله العظيم، أنا بس عشان قد أفلح من زكيها. أيوة ثانية واحدة، صدق الله العظيم أنا عايزة أسألك بس، هتعرف تجاوبني؟ مين علمك القرآن بالإنجليزي والفرنساوي؟ من الإذاعة والتلفزيون. إنجليزي وفرنساوي من الإذاعة والتلفزيون؟ إنجليزي وفرنساوي من الإذاعة والتلفزيون. القرآن الكريم؟ القرآن الكريم كله؟ كله من الإذاعة والتلفزيون؟ بالإذاعة والتلفزيون. ده هما تلاقيه ما عندهمش تسجيله كله. اتعلمته منين؟ اتعلمته منين؟ تعلمت من الإذاعة والتلفزيون، من الفاتحة، من أول الفاتحة. طب تقولي سورة ياسين بالفرنساوي؟ أنود الله ميزيري كورديو أن إيتو ميزيري كورديو ياسين يدر دو كورون دو كران دو لوندران يدر دو لوندران أو محمد le grand jour de le droit, les gens de le droit, je ne le droit, les gens de le droit, de le droit, droit de dé, les gens de le droit, les gens de le droit, les gens de je ne que, et non sans le droit, de le droit, de dé, je sais, nous sommes le droit, de le droit, je ne le dis. صدق الله العظيم ده بجد برضه. كله. سأقرأ سورة الشمس. لا احنا قرنا ثانية واحدة. مش معنى الشمس، ليه الشمس؟ ليه مش أي حاجة تانية؟ ليه مش البقرة؟ لأن البقرة ايه؟ سورة الله يسلم حالك يا أستاذة ريهام. الله يسلم حالك. سأقرأ سورة الليل. لا البقرة. البقرة. أعوذ بالله. الله يبارك فيك يا أستاذة ريهام. سأقرأ سورة البقرة. بسم الله الرحمن. بسم الله آية الدين. سأقرأ آية الدين. لا سورة البقرة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. بس هو بيشوف، انت بتشوف صح؟ ايه هو مش كنت قايل ان هو مش هو. سأقرأ آية الصلاة على النبي. ايه الصلاة على النبي؟ صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن. ايه آية الصلاة على النبي؟ استنى، في آية اسمها صلاة على النبي؟ ايه آية الصلاة على النبي؟ سورة الأحزاب الآية 56. صلاة على النبي. انا افتكرت. انت حافظ الايات بالارقام؟ حافظ الايات بالارقام؟ يعني لو قلت لك مثلا الايه دي رقم كام تقول رقم كام؟ 56. لا لا، في حد معاه مصحف؟ ارقام الايات. حد يجي احفظ القران الكريم كاملا بارقام الايات والصفحات والاجزاء والصفحات والصفحات بارقام الايات والصفحات. لا ده مش مصحف يعني. والأجزاء والأحزاب وترتيب السور ونوع وأنواع ونوع السور، سورة مكية أو مدنية وعدد آيات القرآن. طب بقولك إيه، لا
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. سورة إيه ورقم كام؟ 8 في سورة الدخان. ماما يا مكية ماما. مكية والجزء 4 25 25 والحزب 52 249 والسورة مكية وعدد آياتها 59. ده مش ممكن يبقى حبس، مش هيعرف يرد عليا. انت بتحس بحاجة غريبة في حياتك ولا لا؟ لا لا خالص. سورة الدخان مكية وعدد آياتها 56 ربع. ولما ضرب ابن مريم. هو عموما الأحاديين بيبقى عندهم قدرة على الحفظ غير طبيعية وعلى الحساب وعلى، بس مش كده يعني. سورة الدخان ده احنا لو راحوا كده احنا جبنا إمام الكعبة مش هيعمل كده. طب بقول لك ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. صدق الله العظيم. ينفع تقولي ده بالانجليزي؟ طيب الجزء ده